يقول يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن علي. يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن ها أي. يا سامع الصوت عرفت اللي حصل ريحانة حسين إلى الدنيا وصل. يا من يصلي على خير العمل ويهني الهادي والزغرة وعليه ويهني الهادي والزهر. يا سامع الصوت صل على النبي أو وابن عم. يا سامع يا سامع صلع ها هو ابتسم ابتسم وابن. يقول يا سامع الصوت علي الاكبر لفه والحسن من حسنه في الدنيا كتفه محلى جماله شبيه هالمصطفى ويا محلى اسمه اسم جد علي ويا محلى اسمه اسم جد علي. ليه يا سامع صل على النبي او اقرا يا سامع بارك الله بقاتل ورود إلى خير البشر واسكت تغاني إلى الآل الغرر من علي الكرار لعند المنتظر لا سيما حسين أبو الأكبر علي لا سيما حسين أبو إيه يا سامعه إيه صل على النبي أول يا هلا يا سامع يا سامع صل على النبي أول عافية ويبين. يقول يا أشبق الناس في طاغة ومنظرة مثل القمر غاضع ما جابت مرة كلمة ولقنا لطاغة ننظرا. يا مالي العين نحبك يا علي يا مالي العين نحبك يا علي النبي أول دويبة يا سامع يا سامع صل على النبي يقول يا أشبق الناس ولا مثل أحد لا قبل قبلك ولا بعدك بعد جسمين في روح وروحين بجسد وارث محمد رسول الله وعلي سامعه صل على النبي أو نوابة أقرأ أقرأ يا سام إيه صل على أو إيه ابتسم بارك الله إيه يا سام الصوت صل على النبي أفضل الصلاة.